اذا هلا في عندنا اربع الكتروماجنتيك برنسبلز بدنا نراجعهم قبل ما نحكي عن الموتور اكشن والجنريتر اكشن اللي هم مبدا عمل الجنريتر والموتور. الاربع برنسبلز هذول رح اراجعهم مراجعه مره بعضهم علينا. المبدأ الأول، المبدأ الأول إنه سلك بيحمل تيار كهربائي بنتج حواليه ماجنتيك فيلد. A current carrying wire يعني سلك بيحمل تيار بنتج عنه ماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد اتذكر مصدر بالرمز H. اذا لو عندي سلك والسلك مار فيه تيار حوالين هذا السلك هي اتجاه الكرنت رح يتكون ماجنتيك فيلد حوالين هذا السلك من هون، وهذا مرتبط بامبيرز لو. امبيرز لو بقول انه H دوت L يساوي مجموع الكرنت، وهاي لازم يكون على فعندي اذا هون انا اخذت اتش وكملت اتش في المسافه راح اعطيني الكرنت اللي مار فيها، او بالعكس اذا بدك تفكر فيها الكرنت اللي موجود هون بعطيني قيمه اتش اللي هي الماجنتيك فيلد سترينث اللي موجوده هون ووحدتها امبيرز بير متر. المبدا الثاني A time changing magnetic flux. ايش بيعمل ال time changing magnetic flux؟ اذا عندي magnetic flux عم يتغير مع الزمن شو بنتج؟ بنتج فولت هو بنتج EMF electromotive force. إذا في عندي ماجنتيك فلوكس بتغير مع الزمن اللي هو شو القانون هذا؟ لينز لا فاراداي. هذا هو فاراداي's law. A time changing magnetic flux produces an electromotive force. بس لازم يكون متغير، ما يكون بصير يكون ساكن. التغير في الماجنتيك فلوكس مع الزمن produces an electromotive force اللي هو فاراداي's law اللي هو بيقول انه E ام اف تساوي ماينس دي فاي على دي تي وشارج ماينس هي من لينزز لو اللي هو مبدا الجنريشن. بعدين عندي مبدئين اخيرين اللي هم الموتور اكشن والجنريتر اكشن اللي هم مرتبطين الى حد ما. الجنريتر اكشن مرتبط بالمبدا الثاني. الموتور اكشن ثلاثه موتور اكشن. اذا كان عندي سلك بيحمل كرنت في داخل ماجنتيك فلوكس راح يتكون عليه فورس، راح يتكون فورس على السلك. اذا هذا السلك يعني مثلا خلينا ناخذ على سبيل المثال لو انا عندي في داخل هاي الصفحه داخل على الصفحه في بي داخل على الصفحه يعني حطيت انا الاكسس هذول معناها الماجنتيك فلوكس دنسيتي دنسيتي والماجنتيك فلوكس دنسيتي داخله بالصفحه من هون. لو انا جبت سلك والسلك هذا موجود فيه اذا عندي انا هون لو داخل هذا الماجنتيك فلوكس دنسيتي مثلا على سبيل المثال خليني افترض انه هذا السلك اللي هو ال بي هون عندي فيكتور وال فيكتور، هل الاثنين عموديين على بعض؟ لاحظوا هذا اتجاهه بهذا الاتجاه الموتور اكشن، هذا اتجاهه بهذا الاتجاه. عندي كرنت عماله بمشي بهذا الاتجاه مضبوط. اذا هون هذا الماجنتيك
ماجنتيك داخل بالصفحه، الكرنت ماشي بهذا الاتجاه او ال بهذا الاتجاه هون هيك، ايش راح ينشا عندي؟ ايش راح ينشا على هذا السلك؟ فورس. فورس راح ينشا عندي فورس عموديه. لاحظوا الفورس عموديه على البلين اللي بيحتوي التنين. اذا هذا هون القانون عندي راح يكون اتجاه الفورس، راح يكون اتجاه الفورس عمودي على البلين اللي بيحتوي بي وال. وين البلين اللي بيحتوي بي وال؟ ايوه هيك جاي مضبوط، لانه بي هيك وال هيك، مش هيك؟ هذا هذا اللي بيحتوي التنين من هون، فالفورس راح يكون عمودي على هذا البلين اللي هو هذا. ايش سميناه هذا البرودكت؟ كروس برودكت. لكن هذا راح يعتمد على قيمه اي. هل اي فيكتور ولا سكيلر؟ في الحالة هاي سكيلر، لأنه اي بس هو الكرنت اللي بمر بالسلك. مين اللي بحدد الفيكتور الاتجاه؟ هو ال. إذا عندي هذا، إيش وحدة بي؟ بي اللي هي ماجنتيك فلوكس دنسيتي تسلا، ال وحدتها متر، واي وحدتها امبير، بيطلع معي اف وحدته نيوتن فورس، لأنها فورس راح يكون اتجاهها، اتجاه اف بحدده بقاعدة اليد اليسرى left hand rule. الجنريتر اكشن بالرايت هاند رول، الموتور اكشن بالليفت هاند رول، الفلكس هذا ايش نسميها؟ هذا اصبع فلكس. اه يعني شو اسم الاصبع؟ كاصبع هذا الابهام، هذا الابهام، هاي السبابه اللي بتتشهدوا فيها مش هيك؟ وهذا الميدل فينجر اللي هي الوسطى. هلا السبابه دائما الاندكس دائما هي الماجنتيك فلكس، سواء بحاله الموتر او الجنريتر، هي الفلوكس الماجنتيك فلوكس. الابهام هو دائما الحركه او السرعه، يعني يا اما الطول يا اما السرعه. بضل عندي الميدل فينجر دائما شو بكون؟ الكهرباء، الكرنت او الانديوست فولتج. نطبق هون الليفت هاند رول على الموتر اكشن، الماجنتيك فلوكس دنسيتي داخل بالصفحه، الواير والسلك الالكتريكال، هذا الالكتريكال هيك بصفه الفورس عندي هذا الاتجاه. ولاحظوا انه اف فيكتور هي البروس برودكت، بس نعملها سكيلينج بمقدار اي. اخر شيء عندي هون الجنريتر اكشن. جنريتر اكشن بتقول انه اي انديوست بيساوي V دوت L. ايش عندي هون؟ عندي كروس برودكت وعندي دوت برودكت. الكروس برودكت بين ايش وايش؟ اذا عندي ماجنتيك فلوكس دنسيتي وجبت سلك، ايش عملت بالسلك هذا؟ حركته بسرعه معينه وله طول معين، قديش رح يتكون؟ ايش رح يتكون؟ يعني لو ناخذ المثال المشابه هون، لو عندي عندي فلوكس داخل في الصفحة، عندي هذا السلك. هلا بناخذ الجنريتر اكشن، راح اخذ اليد اليمنى للجنريتر اكشن. ماجنتيك فلوكس ايش دائما؟ داخله في الصفحه. الحركه والفورس دائما هي الابهام. اذا عندي داخل في الصفحه وعندي حركه بهذا الاتجاه، ايش رح يتكون عندي؟ فولتج. الفولتج اذا بالاصطلاح تبعه راح يكون اذا السهم بهذا الاتجاه، معناها يكون الفولتج بوزيتيف هون ونيجاتيف هون، والكرنت راح ان شاء الله راح يمشي معنا هيك. اذا لاحظوا تذكروا هذا الكونفنشن، الكونفنشن انه اذا الفولتج السهم تبعه كان بهذا الاتجاه، الفولتج سورس اذا السهم تبعه كان بهذا الاتجاه، اذا السهم بهذا الاتجاه معناها وين البوزيتيف؟ تذكروها هاي البطاريه. اذا عندي بطاريه بهذا، اذا الفولتج حطيته بهذا الاتجاه، لاني لو شبكت ريزيستر وين راح يمشي الكرنت؟ لوب. واضح هاي؟
يعني اذا بدك تعرف اذا الاتجاه بهذا الشكل، اذا الاي ام اف بهذا الشكل من هون معناها البوزيتيف هون والنيجاتيف هون، لانه هذا هو اتجاه الكرنت اللي راح يمشي لو انا سكرت له. اذا مره ثانيه على الجنريتر اكشن عندي بي اللي هو السبابه داخله بالصفحه، الحركه اللي هي بي على الابهام، فراح يتكون عندي فولتج سهمه بهذا الاتجاه. اذا سهمه بهذا الاتجاه وين البوزيتيف راح يكون؟ هون. زي ما السهم هون البوزيتيف هون والنيجاتيف هون، راح يتكون عندي فولتج بهذا الاتجاه. في نقطة مهمة ثانية انتبهوا عليها، عندي في مع في هي كروس برودكت، لكن هذا الكروس برودكت اللي بنتج عندي راح يكون دوت برودكت مع ال. هلا ال في الحالة هاي ما فيش فيها مشكلة لأنها زاويتها مضبوطة، لو كانت زاويتها مايلة راح أضرب في قصاد الزاوية، راح ناخذ مثال عليها نشوف هذا المثال بعدين. إذا هدول عندي مهمين الأربعة برنسبلز الأساسيات اللي كل الماشينز والجنريترز ماشيين عليهم. هون لما عملنا جنريشن لماجنتيك فلكس متذكرين اتش، لما حطينا ام ام اف ماجنتوموتيف فورس، وبعدين قلنا الديستانس اذا متذكرين الكور اللي حطيناه هون، جينا حطينا كويل هون هيك، وقلنا عندي اتش راح تساوي الام ام اف اللي موجود هون مقسوم على الديستانس ال سي بالضبط. فهذا هو امبيرز لو، هو نفسه، هذا هو نفسه امبيرز لو، لانه عندي نفس الشيء هسه عندي اتش بتساوي ال ان اي على الديستانس اللي موجوده هون. فاراديز لو بقول هي لينزز لو هون ماينس اشاره، التغير الفلوكس مع الزمن ان ويبرز بير سكند بعطيني فولت، هو هذا الجنريتر اكشن. بعدين عندي هون، هون فصلنا بالجنريتر اكشن، حطينا الفيكتورز، وفصلنا بالموتور اكشن، حطينا كمان الفيكتور والمعادله اللي موجوده اللي هي بتربط. يعني هون الموتور اكشن بقول اذا عندي ماجنتيك فلوكس دنسيتي وكان في عندي سلك عمودي عليها ماشي، في تيار عمودي على البلين اللي بيحتوي التنين هذول، راح يتكون عندي فورس اللي هو الموتور اكشن. او اذا كان عندي ماجنتيك فلوكس دنسيتي وانا جيت حركت سلك بسرعه معينه داخل هذا الماجنتيك فلوكس دنسيتي، راح يتكون عندي فولتج، وهذا الفولتج بتناسب او بيزيد مع قيمه اللي موجوده اللي هي اللينكس تبع الكوندكتر.